بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد. في إطار مشروع تعميم المعرفة، هذا هو المقطع 103، المصطلح 46 من لسان العرب الاقتصادي، Term number 46 in لسان العرب الاقتصادي Dictionary of Economic Terms. عنوان المصطلح تقسيم كيفي مزاجي للدوائر الانتخابية Gerrymandering. تقسيم كيفي مزاجي للدوائر الانتخابية gerrymandering في الاقتصاد السياسي political economy، وبخاصة في الاقتصاديات العامة public economics، أو فيما تسمى المالية العامة public finance، هو قيام السلطة السياسية أو أصحاب القوة التفاوضية bargaining power في المجتمع والاقتصاد بتعديل حدود الدوائر الانتخابية electoral constituency من أجل التأثير على أصوات الناخبين أو جلب منفعة مادية أو معنوية ما لمجموعة سياسية أو سكانية معينة. يؤدي التقسيم الكيفي المزاجي للدوائر الانتخابية إلى إثراء بعض الأفراد أو المجموعات السكانية على حساب المجموعات السكانية الأخرى، وتدهور الإحساس بالعدالة والحقوق. راجع مسرد قوة تفاوضية bargaining power، اقتصاد مؤسسي institutional economics، تمويلات أو مالية عامة public finance.